ولمعرفة الوضع الميداني في الشمال السوري ينضم إلينا الصحفي جمعة محمد. جمعة، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة. جمعة، يعني تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير، طبعا حسب الأنباء الواردة من هناك، عدة قرى بريف عين عيسى، يعني لو تطلعنا أكثر على التفاصيل. نعم، أهلا بكم. في البداية أود أن أشير إلى المحاولات المستمرة للمجموعات المرتزقة لتحقيق تقدم في جبهات عدة بمناطق الشمال السوري، وتحديدا في محيط الطريق الدولي الذي يسمى بإم 4 وقرى غربي مدينة تل أبيض. كانت هناك يوم أمس تصدت هذه المحاولات، كانت هنالك على اثر محاولات المرتزقه للتقدم في جبهه غربي تل ابيض وجنوب تل ابيض معارك دارت بين قوات سوريا والديمقراطيه، قوات سوريا الديمقراطيه والمجموعات المرتزقه في سته غربي مدينه تل ابيض وجنوب غربي المدينه. هذه القرى هي قزعلي وبيركيت وعفدوكي وكوبرليك، وتعرضت قريه الجرن للقصف، وقريتي الكفيفة والسعدية كانت هنالك فيها معارك أيضا دارت بشكل قوي. المجموعات المرتزقة استخدمت في هجماتها التي شنتها يوم أمس المدرعات وعدد كبير من الجنود، ولكن لم تنجح في تحقيق أي تقدم. على العكس، قوات سوريا الديمقراطية استخدمت حقها في الدفاع المشروع عن النفس وسطت جميع هجمات المرتزقة وتمكنت من إرجاع المرتزقة ومنع محاولات السيطرة على هذه القرى. إذن هذه القرى باتت خالية من المرتزقة. لا نستطيع القول بأن تم تحرير هذه القرى، لأنها في السابق كانت خطوط الجبهة. هذه القرى كانت خالية من أي تواجد عسكري، كانت خطوطا للجبهة، وعلى إثر محاولات المرتزقة قوات سوريا الديمقراطية تحركت ودفعت المرتزقة إلى الوراء. حتى ساعات الصباح كانت هنالك معارك قوية في تلك الجبهات وبقيت المعارك حتى ساعات الصباح، لم تتمكن المرتزقة من تحقيق أي تقدم في تلك الجبهة. هذه هي المعلومات المتعلقة بخصوص الأوضاع في جبهة عين عيسى. نعم جمعة، يعني الأنباء أيضا تشير إلى وصول وفد روسي إلى ناحية عين عيسى، يعني هل هناك أي معلومات لديك عما سيتم مناقشته مع المجالس المحلية؟ نعم، بالفعل وصل وفد روسي صباح اليوم إلى مركز ناحية عين عيسى واجتمع مع المجلس المحلي الذي يدير البلدة وهو يتبع للإدارة الذاتية. عقد الاجتماع طبعا مغلق أمام وسائل الإعلام، وهذا الاجتماع هو مشابه للاجتماع الذي عقد قبل يومين مع الإدارة الذاتية في إقليم الفرات الذي يضم قطاعتي جريس بي تل أبيض وكوباني. في هذه الاجتماعات يناقش الوفد الروسي مع إدارة المنطقة الأمور الخدمية والاقتصادية، ويتم مناقشة وضع المنطقة بشكل عام، في أيضا الأمور التنظيمية. أيضا الوفد الروسي يؤكد دعم روسيا لجهود تنظيم المنطقة وحمايتها من أي مخاطر. في الحقيقة لا يتم التطرق إلى المواضيع العسكرية كثيرا. إدارة هذه المناطق ونقصد كوباني وتل أبيض وعين عيسى تصر على أن تبدي الروسية موقفا واضحا وصريحا من الاحتلال التركي والعدوان التركي على مناطق الشمال السوري. هنالك مطالبات داخل الاجتماع من الوفد الروسي بأن يتم وضع حد لخروقات وقف إطلاق النار التي تقوم بها المجموعات التابعة لتركيا، والوفد الروسي يؤكد أنه سيرفع مطالب الإدارة إلى الجهات العليا لدراستها. في موضوع آخر، كان من المقرر أن تخرج اليوم دورية مشتركة روسية تركية في قرى شرقي كوباني، ولكن هذه الدورية تم تأجيلها إلى يوم آخر، لا نعرف ما هو سبب تأجيل هذه الدورية. كان من المقرر أن تخرج وجرى تأجيلها. نعم الصحفي جمعة محمد، كنت معنا من الشمال السوري، شكرا جزيلا لك.